تخيلوا انه هذا الجبل هو اللي سألنا عنه المرة الماضية، هو جبل النور، جبل النور اللي فيه غار حراء. تخيلوا الوحي لما نزل أول مرة، نزل الوحي عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم كان في هذا الجبل، لما نزل قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فكان خلق الإنسان واقعا بين قراءتين، قراءة لا يستغني عنها في حياته وهي علوم الدنيا، وقراءة لا يستغني عنها بعد وفاته وهي علوم الآخرة. تخيلوا جبريل عليه السلام نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الجبل في غار حراء، هذا جبل النور، واسم الحي حي المعابدة. هذا المكان الذي نزل فيه جبريل لأول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.